أهلا بكم في المؤتمر الثاني لمنتدى اليمن الدولي. وهنا سأكون صريحا معكم، فانعقاد هذا المنتدى لا يعني وعدا بالسلام في اليوم التالي. As you may know, the friend relations between Yemen and the Netherlands go back centuries. And Yemen and the Netherlands also share a long and productive development cooperation relationship. After 8 years of conflict, Yemen deserves that peace. فقد آن الأوان إلى أن نلملم كل هذا الشتات ونطوي هذه الصفحة ونعلو عن جراحنا ونصفح عما يمكن الصفح عنه، على أن لا ننسى أو نتغافل عما أصاب الكثير من أبناء هذا الوطن.